لأن درت واحد الفترة اللي هي صحية اللي هي صعيبة مع فريق ألفي، لأنه امبوسيبل تكون غادي في هذيك لا ديناميك وتكون غادي بهذاك لو ريتم وغاتمشي للفرقة إلا مسطي، قلنا كتب عقلك وداك الشيء إلا ما كنتيش ماشي وقت، لأنه أنا من مشيت من ألفي كانت كاطريا وأسفي العام اللي فات كنظن بأنه هذا المركز كان صعيب في الأول بأنه يحصلوا عليه لأنه كانت دي كونترانت. بالنسبة للجديدة الجديدة كان جاي ندوز فيها الصيف الحمد لله ما كان ماتش، كان ندوز كل شهر كان ناكل كان شي عند شي كيطو كان الحمد لله كانت رجعون جديدة، نتمنى إن شاء الله ما ماتش ونبقى فيها أكثر من عامين ونص. هذا هو الجواب. كنظن بأنه قدوم ديال فريق اللي كنظن بأن أي واحد يتمنى يدربوا، لأنه فريق مرجعي، فريق اللي كيتوفر على لاعبين في المستوى الكبير، عنده بنية تحتية في المستوى، عنده رئيس في المستوى، مثيرين في المستوى باش ما نكذبوش، لأنه كاين واحد ليفوليسيون كبيرة في الجديدة بارابور من لعبتنا 2007 لهذا، ما غنخسوش داكشي اللي كان، ولكن دارت واحد ليفوليسيون كبيرة. كنتمنى إن شاء الله بإذن الله نكونوا فيها الخير على هذا الفريق، نتمنى إن شاء الله بإذن الله النتائج الجاية المقبلة تكون في الصالح ديالنا باش تقدر تعطينا أون فيزيبيليتي كيما لو شامبيون ديالنا. راه كيف ما كتشوف راه معادله اللي ما مفهوماش، فهمتيني؟ فهذا خاص تكون بلو كونسونطري لي جور، يكون عندنا ان بلان اللي غان اكزيكيتيه ان شاء الله باذن الله، عندنا ان بروجي ان بلان دو جو ان بروجي دو جو ان شاء الله باذن الله، نحاول نانسبوري واخا ما عندناش الوقت بزاف، ولكن كنتمنى ان شاء الله باذن الله بلا كاليتي ديال لي جور وبلا ماتوريتي وبالاكسبيريونس ديال لي جور، لانه ملي كتكون عندك اون ايكيب اوموجين فيها لعابه كبار وفيها دي جون كتكون واحد لا كومبليسيتي وكتكون واحد لا كويز. ولوبجيكتيف كنظن بانه لوبجيكتيف كيف ما قلنا الدورات المقدمه هي اللي غتعطينا بالنسبه لهاد السنه، لان كيف ما كتعرف الفريق فريق جديد كنظن بانه رسم على العوده ديالو لبطوله الاضواء، فكنتمنى ان شاء الله باذن الله تكون النتائج هي اللي غتعطينا كيف ما تقولوا هذاك الشيء اللي كنت قلتو شحال هذه، ولا غنبقى نقولوا ديما النتائج ديال المقابلات، وكنظن بانه هي اللي غتعطينا اون فيزيبيليتي، ولكن كنتمنى ان شاء الله نكونوا بارمي لي كات بروميير بوكو با، لانه كيف ما قلنا كاينين واحد لي كات كلوب اللي هما صحاح غنحاولوا ان شاء الله ننافسوا ونحققوا نتائج ايجابيه ان شاء الله باذن الله، وكنتمنى ان شاء الله باذن الله تكون التوفيق ديال الله سبحانه وتعالى. راه بارفوا كتخدم وكدير كل شيء، ولكن لما ميسرات راه ما ميسرات. ما شفتوا التعاقد ديالنا مع الناخب الوطني السي زكريا عبو لمده سنتين ونصف، جاء عقد فك الارتباط مع المدرب بيشاو بمناسبه كنوجدوا له الشكر للعمل اللي قام به. مجموعه ديال الامور استدعت ان يكون هذا التغيير، ما كتعرف من غير الامور التقنيه والكومونيكاسيون والجروب والاتموسفير بوزيتيف في الجروب، الحوايجات اللي حنا قرابين لها اكثر واكثر، ولا ستابيليتي في الغوند مو هي، كان المفروض يكون هذا التغيير. كنتمناو يكون بعد الجلسه اللي كانت عندنا مع المدرب البارح تكون بالتراضي، لكن الرفض ديالو ان تكون الامور بالتراضي والاصرار ديالو بانه يكونوا ديروا الفسخ العقد احادي، هذا هو اللي خلانا نشوف هذه المسطره على غير العاده ديالنا. بالنسبه لنا حنا كدفاع الحسن الجديدي بهذه التركيبه البشريه وهذا المجهود اللي داروا الاخوان وهذه الانتدابات اللي كنعتبروها انتدابات بالمقارنه مع الفرق الاخرى، انتدابات كنقولوا اللي هي ناجحه بواحد النسبه كبيره، لان واحد 80% ما يمكن لنا ان ومتطلبات ديال الجمهور، يعني تطلعات الجمهور والتجارب اللي درنا السنه اللي قبل الماضيه ما كانتش تجربه، كنا تاخرنا في تغيير المدربين، ارتأينا ان نشوفوا الاطار زكريا بحبو بحكم تجربه الناجحين ديالو سواء مع المنتخب ولا انه كان مع اولمبيك في الاسفي بقى دار كاتريان بلاس، من بعد كان مع ناس والم، وكذلك انه انسان اللي كيتعبر وكيحاول كيجد المعلومات ديالو وكيشتغل بالداتا بالامور الحديثه اللي يمكن تعطي قيمه مضافه مع الوليدات اللي عندنا سواء لي جون سواء الوليدات ديال الاكسبيريونس، عندنا ايفيكتيف اللي اوني فيغ بي، عندنا جمهور اللي داعمنا، الوغ خاص اللحمه تكون غدا مزيانه، ما بقيناش نطيحوا في شي اغلاط، لان مادام شفنا ديزانديكس ما غاديش معنا مزيان ديال هاد الجروب، الوغ ارتأينا يكون تغيير، لان تغيير في هذا الوقت، لان ما يمكنش من بعد دابا كيف ما شفتوا خمسه المقابلات كل ثلاث ايام غتلعب مقابله، ما يبقاش عندك الوقت غتولي مشات لك النصف ديال لا سيزون. نتمناو الخير، نتمنى من الجماهير الدعم ديال
الفريق ديالهم، لان بهم غيكون الفريق مزيان ان شاء الله. وحنا ما نبخلوش على اي حاجه من نشاط الفريق. اولا السرعه، باش كما اكدت لكم يعني ما كانش عندنا حتى اتفاق مسبق، ما كانش عندنا اتفاق مسبق، مي الفريق عندنا حنا التسيير ديال الفريق يمكنش الظرفيه انها تسمح لك انك قد تجلس واحد اسبوعين او ثلاثه بلا ما يكون عندك مدرب مباشره مع الفسخ ديال العقد ديالو اللي كان في ديبي دابخي ميدي. تواصلنا بالسي زكريا وقلت له واش ممكن تقدر تهبط عندنا، وهبط عندنا في السرعه الحمد لله. الحب ديالو حتى هو والاقتناع ديالو بالتركيبه البشريه ديال الدفاع الحسن الجدي ما طولش المحادثات، وكانت التوقيع والاشغال والعمل ديالو هو بادرو من اليوم ان شاء الله مع الاحتفاظ بالطاقم التقني. قلتنا هي سنتين او نصف او سنتين و 8 اشهر، هو احتفاظ بالطاقم التقني للاخوان اللي دايرين مجهود، حتى هما لسي رشيد دلال، لسي المرابط، ولسي ياسين بريباراتور فيزيك، وطاقم الطبي مشكورين الاداري اللي معاهم ان شاء الله. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركه الفيديو والضغط على زر الاعجاب.